يرى كثير أن المجتمع الجزائري تغيب عنه ثقافة إجراء التحاليل الطبية العامة دون أن يصاب الشخص بوعكة صحية، وهو ما جعلنا ننتقل إلى إحدى مخابر التحاليل الطبية لتأكيد هذه الرواية أو نفيها. ثقافة الفحص الدوري للمرضى هي موجودة ولكن ماشي شائعة بزاف، فقط شريحة صغيرة تتقدم للمخبر تطلب منا إجراء تحاليل عامة بدون الذهاب إلى الطبيب. هاد الشريحة اللي نشوفوها عند ليجان، نشوفوها بوكو بلوس عند صغار السن، وهي كان لازم تكون عند كبار السن بدرجة أولى، لأنه يقال أنه بين عمر 30 حتى 40 يجب إجراء فحص دوري كل 5 سنوات، بين 40 ل 50 كل سنتين، وفوق 50 سنة لازم كل عام الإنسان يدير فحص دوري. عنده ضرورة كبيرة هذا الفحص الدوري لأنه يعطينا صورة عامة عن صحة الإنسان، وهذا لتفادي أمراض مقبلة، سواء نفيقوا بالمرض قبل ما يوقع، كاين عوامل تخلينا نعرفوا بلي الإنسان هذا راح يمرض في المستقبل، وذلك نعطيه له احنا نصائح، الطبيب يعطيه نصائح وعلاجات، نصائح كما نقولوا الرياضة وهذاك يقدروا يفيتيو هذاك المرض، ولا إنسان يكون مريض وما يظهرش عليه هذاك المرض، يكون باين في البيولوجي كما نقولوا في الدم مازال ما ظهرش عليه، ثم الكشف المسبق هذاك يؤدي إلى علاج المرض قبل تفاقمه. الوقاية قبل العلاج عندها دور كبير، كاين أمراض احنا يبانوا سنوات طويلة قبل ظهور المرض، خاصة مثلا في مجال تاعي أمراض المناعة الذاتية، كاين لي زوتو أنتيكور الأجسام المضادة الذاتية اللي يبانوا باغ 10 سنوات قبل ما يمرض هذاك الإنسان بالمرض هذاك. دوك أنا كي نجي ونفحص ونلقاه عنده الطبيب يعطيه مود دو في مثلا ستريس ما كانش الرياضة، يقدر ما يمرضش بهذاك المرض إذا تابعه. هذا هو الدور الفحص الدوري للصحة العامة.